تعال محمد عطر، محمد عطر. ولا صورة يا راجل، بس 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 ولا صورة. وين راضي الله؟ السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين أن جعلنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين أن جعلنا آمنين في أوطاننا. الحمد لله رب العالمين على عاداتنا الطيبة، عادات الأردنيين. مساء طيب في يوم مبارك، يوم الجمعة، ووجوه طيبة مباركة بإذن الله. الجاهة ما فرقنا، كلها أيامنا إن شاء الله لها مبارك، يطول عمرك. وهذا تنبيه، هذا نشكو متعودين على الجهات يوم جمعة، فهي اليوم طلعت السبت، فهذه يعدونا ما يقولوا شيء. لا أبدا، لا بقول يوم بركة. سامح، خلاص كلها أيام بركة. أي ولا بركة، إن شاء الله أن يا رب تظل أيام مباركة دائما. آمين. ودائما نجتمعنا اجتماع خير، ونجتمع للخير بإذن الله تعالى. خير الكلام كلام رب العالمين دائما، وخير الكلام اللي نبدأ فيه كتاب المسلمين، قرآننا، دستورنا، نهجنا اللي خطوا رب العالمين حتى نسير عليه دائما. فيقول في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أن خلق لكم من أنفسكم، آدم وحواء، السكينة، الطمأنينة الذي يبحث عنها كل إنسان يجدها من خلال الزوجة الصالحة، من خلال شريكة هذا الحياة، اللي يسعى لتكوين أسرة صحيحة إسلامية قائمة على هدي الله وعلى سنة الرسول دائما. وما اجتماعنا هذه أو هذا المساء بإخواني الجاهة الكريمة من عشائر الجبور وبني صخر ومن السولميين خوال العريس، الله يسلمك، الله يكرمك، إلا حتى نعزز هذا النهج وحتى نساهم في بناء هذه اللبنة وهذه الأسرة الصحيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة حث على هذا الأمر: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنا باسم إخواني الجاهة اللي كرموني أن أحكي باسمهم توجه بالحديث لعشائر العامر كافة، والزبن خاصة، ولمعالي أخي الكبير العزيز الدكتور غازي بطلب يد بدر الزبن، لابننا وسيد عطا الفريج الجبور. وهذول الإعلاميين أنا ترى أتعامل معهم وأكون حذر دائما، ها، لأنه يعني أي خطأ يمسكونه على يوم السبت، كلكم سكتوا غيرهم الإعلاميين، والباقي مشوها. سامحيني فيها. فإحنا باسم إخواني الجاهة الكريمة نطلب يد ابنتكم بدر الزبن على هدي الكتاب وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، راجين الموافقة وإجابة طلبنا. شكرا. أنا أتكلم باسمهم ولست بخيرهم، ولكن اقتضت الضرورة أن أتكلم. وأنا أقول لكم باسمهم جميعا وباسم الجهة التي
شرفتني أن أتكلم باسمهم، أقول لكم أهلا وسهلا في هذا البيت الذي يعتبر بيتا لكم وبيتا لكل الأردنيين ولكل المسلمين أيضا. أنتم تعلمون إخواني أن هذان الشابان قد حضرنا اليوم بسببه، وحضرنا كما قلت لنرسي لبنة كريمة في هذا الصرح وهذا الصرح الشامخ الذي هو الأردن. وأنا أريد أن أتكلم قليلا عن الأردن، لأن الأردن للذي يعرفه غني عن التعريف، وللذي لا يعرفه بحاجة إلى نوع من التعريف. هذا الأردن حقيقة منذ آلاف السنين ومنذ أيام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي أرض مباركة، ثم جاء بعدهم أناس آخرون وجاءت الدولة النبطية الأنباط وكانت ممتدة إلى تدمر، وجاء بعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبلهم كانوا الأدوميين والعموريين والعمونيين وغيرهم في هذه الأرض المباركة التي نحن فيها. ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبجانب مؤرخ كبير، إن أخطأت فليصححني، فكانت أول غزوة له أو أول رسول له خارج الجزيرة العربية إلى الأردن، ونحن نعرف أن ذلك كان فيما بعد موته وما غيره. نحن نقول هذا الكلام لأن الأردن بلد معطاء وعزيز علينا، وهو شوكة بيد بعيون الأعداء. نعم، هم شابان أراد أن يكون لبنة صالحة في هذا الصرح، ولكنهم أيضا نرجو لهم ولذريتهم إن شاء الله أن تكون ذرية صالحة لجميع المسلمين. وحقيقة الزواج هو محبة، وهو يجمع بين الطرفين، ليس فقط بين فتاة وشاب، ولكن مرات أخرى بين عائلات وبين أيضا قبائل، وفي بعض المرات تتعداها إلى بعض الدول، حيث أن بعض الدول تتعداها وتتزوج، وهو زواج ربما مسرح، لكن هذا الزواج ليس زواج مسرح. على أي حال، الإنسان يفتخر بأخواله ويفتخر بأعمامه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في غزوة بدر: أنا ابن عبد بن المطلب، أنا النبي لا كذب. فهو افتخر بأعمامه، ولكنه أيضا افتخر بأخواله، ونحن نعرف أن الأنصار كلهم من خواله الذين وقفوا معه إلى أواخر أيام. أنتم أخي العزيز والجهة الكريمة جئتم بهذا الطلب، وهو شيء يثلج صدورنا، لأنني عندما أرى الزواج بين الأردنيين خاصة، فإنني أعرف أن الأردنيين كما أسلفت في حديثي يتمتعون بصفات كثيرة، بعضها معروف وبعضها غير معروف، ولكنهم معروف بالشهامة، ومعروف أيضا بالتضحية، ومعروف أيضا أنهم يدافعون، وليس غير الأردنيين والمسلمين والعرب يدافع عن شرفه ويدافع عن أرضه ويدافع أيضا كما تعرفون عن عرضه، الشرف والعرض والأرض. ولكننا كما نعرف جميعا أن موضوع هذا الموضوع فيه يعني لبس، وخاصة عند الدول الغربية، خاصة موضوع الشرف وكما تعلمون. ولكننا نقول أن الشرف والعرض والأرض هم الذين ندافع عنها، ونحن في هذه الأيام أحوج ما نكون للدفاع عن أرضنا بالدرجة الأولى وعن عرضنا وعن شرفنا. وسنقف وقفة رجل واحد في ضد كافة الأطماع التي نراها والتي لن تتحقق بإذن الله. نحن في هذا البلد الذي نريده بلدا قويا عصيا على الطامعين، في ظل إن شاء الله في ظل قيادة حكيمة سنعبر نحن وإياهم هذا بعض المآزق التي تحيط ببلدنا.
نعم طلبكم مجاب، وأنا أقول أن ابننا وابنكم أسيد لبنتنا وابنتكم بدرة الزمن على سنة الله ورسوله، ونحن نعرف أنها ذهبت من بيتها وستذهب إلى بيتها، ونحن نعرف أنه سيعزها ويكرمها كما لو كانت أخته أو أكثر، فهي حرية له، وإن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى يرزقكم الذرية الصالحة، وعلى هذا نقرأ الفاتحة على نية القبول. مبارك على الجميع. بمناسبة غير هذه مع بعد الإعلاميين دائما نتعامل معهم بحذر.